تابع حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه السباق التأهيلي لبطولة العالم لمسافة 160 كيلومتر، والذي يأتي ضمن مهرجان العيد الوطني المجيد للقدرة، والتي نظمها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة بمشاركة واسعة من الأسطبلات والفرسان في قرية البحرين الدولية للقدرة، تزامنا مع احتفالات المملكة بعيد جلوس حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه والعيد الوطني المجيد برعاية شركة البحرين السلكية ولاسلكية باتيلكو. ولدى وصول جلالة الملك المفدى إلى موقع السباق، كان في الاستقبال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة. وقدم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إلى جلالة الملك المفدى إيجازا حول الفرق المشاركة ومراحل السباق وعدد الفرسان المشاركين فيه. وأعرب حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى عن تقديره لهذه المشاركة من الفرسان من دول العالم في هذا السباق العالمي، ورحب بهم في مملكة البحرين وهنأ الفائزين فيه، مؤكدا أن رياضة القدرة تعزز التعاون والصداقة والتعارف بين شباب ورياضيي العالم. كما أعرب جلالته عن شكره وتقديره لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وللقائمين على هذا السباق، متمنيا للجميع كل التوفيق والنجاح في السباقات القادمة. ومن جانبهم أعرب الفرسان عن شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك المفدى على متابعة جلالته لهذا السباق، مما يعكس اهتمام مملكة البحرين برياضة سباقات القدرة والفروسية، مشيدين بحسن الاستقبال وكرم الضيافة والتنظيم المتميز لهذا السباق. وقد حقق سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب المركز الثاني في سباق 160 كيلومتر ضمن بطولة العيد الوطني المجيد للقدرة، وحصلت على المركز الأول الإسبانية ماريا الفاريز بطلة العالم. وتمكن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة من الحصول على المركز الثاني على الجواد كالندريا بي اتش في السباق الذي أقيم على 5 مراحل، حيث أقيمت المرحلة الأولى لون أحمر لمسافة 40 كيلومتر، والمرحلة الثانية لون أزرق لمسافة 35 كيلومتر، والمرحلة الثالثة لون أخضر لمسافة 35 كيلومتر، والمرحلة الرابعة لون أبيض لمسافة 30 كيلومتر، والمرحلة الرابعة لون أصفر لمسافة 20 كيلومتر. وجاءت في المركز الأول الفارسة الإسبانية ماريا الفاريز بونتون على الجواد بيزاتي بيبول، والفارس أليكس لوغوي مورال في المركز الثالث. It is a pleasure for us, Your Majesty, to have these champions here. الحمد لله. No, no, the pleasure is for us to be in the country. Now, in this race, the current world champion, second place, third place, and the most person who won the first place. And again, first place plus. Wonderful ride. Beautiful. Quality, Turim. Quality horses. This is the. The horses quality. Are wonderful. Quality. We prepared the horses for the world championship, and it was a pleasure to ride here in Bahrain. Yeah. It's one culture. Yeah. One family. Allah Hafiz. Thank you. Thank you very much for being with us here. Allah Hafiz. Allah Hafiz.